لا نرضى إلا بالحرية والنفس تهون من أجل الوطن، هي كلمات شعب لا يمل ولا يكل رغم الحصار والتعذيب، صمد وصبر ونال الاستقلال لترفرف راية الجزائر وليستعيد السلم والأمن في يوم صنع الأفراح للجزائريين، يوم انتصر فيه الحق وعلت الأصوات بكلمتين حب الوطن تحيا الجزائر. هو الخامس من جويليا 62 900 و1000، التاريخ الراسخ في عقول كل الجزائريين والذي سيبقى في الأذهان لمن عايشوه ولكل الأجيال. هو تاريخ ليوم كان نهاية ل132 سنة من الاحتكار والتعذيب من طرف المستعمر الفرنسي التي امتدت يده على كل أنحاء الوطن إلى أن استولت على الجزائر برمتها، لكن لم يكن لها بالسهل، فل الجزائر رجال أبطال لن ولم يتماطلوا ولو لدقيقة واحدة في الدفاع عن موطنهم حتى آخر قطرة من دمهم. قرى وعائلات تمت إبادتهم بالكامل، جزائريون تم تجريدهم من أراضيهم وبيوتهم وممتلكاتهم، فمن الغير الممكن أن يوجد شعب آخر بإمكانه أن يقاوم كل هذه الوحشية لجيش اعتبر في ذلك الوقت واحدا من أكثر الجيوش قوة في العالم. فرنسا التي تعتبر نفسها دولة ديمقراطية والتي لا تتردد في التنديد بالتجاوزات في بعض البلدان، تنسى تماماً أنها في الحرب استخدمت أساليب شنيعة ومميتة في حق المناضل الجزائري كالذبح والقتل بالكهرباء وغيرها من أعمال العنف التي كانت ترتكبها آنذاك. لتستعيد الجزائر استقلالها بالكامل بفاتورة ثقيلة 1.5 مليون شهيد، جميعهم ضحوا بأنفسهم ليضيفوا أسمائهم إلى قائمة الشهداء الأبرار من أجل أن يعم السلم والسلام في بلادنا. ها هو الخامس من جويليا يعود علينا وبأي حال عاد، حيث وبعد 170 سنة من احتفاظ فرنسا لرفات شهدائنا الأبرار التي كانت تعتبرها بمثابة فخر لها، ها هي اليوم تعود 24 رفة لشهدائنا التي حرمت أجسادهم الطاهرة من أن ترقد في تراب الأرض التي من أجلها حاربوا، التي سعى الاحتلال الفرنسي نذك لنقلهم إلى ما وراء البحر حتى لا تكون قبورهم داخل الجزائر رمزا للمقاومة. Thank you.
هي خطوة أعطت إحياء الذكرى 58 للاستقلال طعما خاصا وشعورا أقرب للانتصار السياسي، بعد أن استطاعت الجزائر تفكيك أحد الألغام التي كانت لوقت قريب تشكل صداعا في ملف الذاكرة المليء بالشواهد التاريخية عن جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الشعب منذ 32900 إلى غاية 62900. فاسترجاع 24 جمجمة لشهدائنا الأبرار تستحق فعلا أن تكرم في بلدها وفي مثل هكذا مناسبة. افتخروا يا أبناء الجزائر لأنكم اليوم تنتمون إلى هذا البلد، البلد المجيد الذي ضحى من أجله 1.5 مليون شهيد ليعم السلم والسلام. شغلنا الورى وملأنا الدنا بشعر نرتله كالصلاة تسابيحه من حنايا الجزائر، فرحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه.